بيكم، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة في هذا النهار يا ربي. 6 ديال العشية، 10 ديال القرادي اللي كاينين. الجو ما بارد ما سخون، احنا وجاكم خارجين، ولكن ضربني الريح، ولا ما عرفتش شنو هذا البرد بغى يقيسني، ولا ما عرفتش شنو. حاسة براسي باردة من الصباح وانا خارجة، اقول من نمشي ل11 وانا خارجة، وعييت صراحة. والبرد فيا والله الا فيا تبوريشة، قضيت بزاف ديال الشغالات مع ملكت في المغرب، تتراكموا عليا بزاف ديال الكوميسيون كاع، مشيت كلشي قضيتهم. وحنا غاديين دابا للدار، غندير واحد لاتيزان اللي غادي تدفيني، تسخن ليا العظام ديالي وتحيد ليا الريح وهاد البرد وكلشي. الله يشافي الجميع اللي حس براسو بغى يبدا الله يلعيني، حسيت بهم من هنايا، من هنا تضروني دابا العينين ديالي من الفوق. دونك غادي ندير شي حاجه باش نبعد عليا كاع اي حاجه بغات تجيني. الله يشافي الجميع، الله يحفظ كلشي اللي حس براسو هكا ولا شي حاجه، يدير هاد التيزان، راه كتجي واعره خطيره وسهله سريعه، دغيا توجد لكم. المهم غنحمي راسي، الوقايه خير من العلاج كما كيقولوا. يلا خليكم معنا حتى تنوصلوا للدار. فرجاتكم ممتعه، حنا قربنا دابا غادي. يلا خليكم معنا تتلاقاو في الدار ان شاء الله. ناكل التفاح ولو جيت للدار، كي دخلت مشيت غسلت يديا، بدلت وانا نجي هنايا نيشان، ها نتوما شوفوا معايا، درت مقراش كيطيب، غنطفى عليه، راه هو بدا كيصفر، خليته تما، وتدخلت ما لقيتش حليت الثلاجه، ما لقيتش سكينجبير والخرقوم عندي غير شويه. قلت ليه جاك معافاك نسخر، قال لي لا ما نسخرش لك اليوم، عاقد يبان لي بغيتي ولا تالغدا ودير الفيديو ديالك. دابا راه راسك كثير، انا مريضه بغيت دابا نديرو باش ندير فيديو. قال لي العاقد يبان لي كاين حتى الصباح، ما بغاش تسخر ليا. المهم هادشي اللي عندي غنقضي به، لحقاش كاين عندي، كل ما كانش عندي ما غاديش ما غندير حتى حاجه اليوم، حتى الغدا ولا نمشي نشري. المهم سكين جبير ها هو، شوفوا معايا شفتوا هكا، شديت واحد الطرف هكا كله، غادي نشدو غادي نقطعو بهذا الشكل هذا. والخرقوم الكركم الا ما عندكمش ديروه بودر، ديروا نص معلقه ديال الخرقوم ديال السكين جبير يكون بودر، ونص معلقه ديال الكركم. الكركم ها هو تا هو شفتوا تا هو دير عرق. المهم انا متوفرين عندي هادو هما اللي كاينين، عرفتوا راه تيدوم مده طويله، هذا راه قبل ما نمشي للمغرب، راه فات شهرين هو عندي في الثلاجه، ما كيخسر ما كتوقع له حتى شي حاجه. غنشدهم وغادي نطحنهم واحد شويه نهرمشهم. اوكي شوفوا شفتوا كيتهرمش، يتهرمش ليا هكا. بغيتو انا كنديروا هادشي في تيرموميكس، ولكن كاين الاخوات اللي ما عندهمش تيرموميكس، وهاد الوصفه مهمه جدا، يعني كلشي خاصو يتنفع بها يديرها. دونك واحد الريحه خارجه ديال السكينجبير وديال الكركم زوينه بزاف. وغادي نزيد عليهم هنايا الماء مغلي، تقريبا غنزيد عليهم واحد الكاس، كاس ديال الماء يكون مغلي، تزيدوه على هادشي هذا، يعني الجهد اللي غادي تستعملوا دابا. وغنسد وغنطحن كلشي، نكمل لي طحين. صافي ها هو هنا وجد، نجيب واحد الصفايه ولا فاش غادي تصفيو هكا. هادشي راه ضربه بطل البرد، الا درتو هادشي راه معمر البرد يدور بكم، يعني عن تجربه انا نقولها لكم، يعني ماشي تخليو تا انا حسيت براسي دابا اوكي، ولكن ما غاديش نستنى اكثر. صافي غندير هادشي هنايا هكا، اخوي كلشي هادشي اللي عندي، نجيب واحد المعلقه هي وغنخويه هنايا. خليه صافي، غنحيد دابا هذا الهاشوار ما عندي ما ندير به، هذا ساليت به، هذا ها نتوما عطاني هذه الكميه، هذا الكاس هذا غنحيد هذا، هذا راه بغيتو ما غنرمي حتى شي حاجه من هذا الشيء كله. هذه الكميه هذه غادي نزيد عليها دابا، هذا راه زوين بزاف، زوين 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 بزاف، ماشي غير شويه، غنزيد عليها واحد نص معلقه ديال العسل هكا، وغادي ندير ليها نص حامضه هكا، غادي نعصرها هنايا اوكي صافي. وهاد الثومه عندكم الفرماسيان في الدار، ما تشريو لا دواء لا حتى شي حاجه، الدواء انا بعدا راه ما تيبغيش يدوز ليا، وما تنشريهش الا لا تندير الدواء، ماشي ما كنديروش، ولكن الا دعات الضروره بروبريو قال هذاك ليميتي حتى الاخير. وهذا الشيء هو الفرماسيان ديالي انايا، ما تنبقاش ندور كاع الصيدليه ديال الزنقه. صافي غنخلط مزيان هذا الشيء هكا، حتى تندوب هذا العسل ما يبقاش يبان ليا. صافي دابا ها الوصفه الاولى هي هذه، غادي نشدها دابا وغادي نقسم هذه الكميه على جوج، يعني واحد ليا واحد لجاكم واحد جوج كويسات هكا،
الا كثرتو نتوما بغيتو ديروه ديروه في الثلاجه، ممكن تخليوه في الثلاجه لواحد يومين ماكسيموم، ما تكثروش، تشربوه كل نهار الا بغيتو. ها نتوما هكا بسم الله، وغادي نشربوا دابا باش لان دافي، الا بقى تبرد ولا شي حاجه ما غيديرش ليا لا فيطو، ما غيدير ليا حتى حاجه. زوين 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 بزاف، واخا غيبكيني غيخرج ليا الدموع، ولكن واحد الحاجه نقولها لكم عاوتاني، ما تشربوش نتوما معبسين، الا شربتوه نتوما معبسين ما غيدير لكم حتى حاجه، غتشربوه نتوما يعني بواحد واحد ضاحكين، ما تكونوش معبسين بحال نتوما ما حاملينوش، الا نتوما ما حاملينوش هو ما غاديش يداويكم، غادي تشربيه وانتيا دايره النيه باللي راه غادي كي تشربيه غادي تبرعي ان شاء الله. صافي هذا ساليت منه، هكا جاكمو ديالك لو بيبي هذا يسو دوبو سي سي هذا يسو هات هو جاكمو تو غيشرب ديالو، وهذا الشيء اللي بقى ليا دابا نتسنى جاكمو تيشرب ديالو باش ما يبردش ليه. هاد جاكمو تو هو غيشرب ديالو، ها يلا كومي بلا فورتي فورتي سي مجهد قال لكم، ولكن راه زوين انا بعدا راه كيحمقني كيعجبني بوليشي تو طلعوا له اه تي ينظف لكم كاع سميتو الحلق ديالكم، التهابات ولا اي حاجه كانت في الحلق كتكون عندكم كتمشي، هو راه تيبقى يتمسكن عليا انا راه تنشربوا ضربه وحده لحقاش انا اللي حاسه عارفه شنو كيدير ليا ما كنفكرش في شنو غادي يحرقني ولا شي حاجه. صافي دابا غادي نستمر في الوصفه ديالي. هنا عندي واحد البرتقاله، ها هي كانت طبيعيه ديال البالكون هذه، وحيدنا ليها غا ديك القشره ديالها كنت حكيتها والله ما عقلت درت بها شي طورطه ولا شي حاجه، وغادي نشد هاد سميتو ديالها ونقطعهم هكا مقسم على اربعه، وغادي نوضع هنايا في هاد الجريريد بهذا الشكل هذا، نفس العمليه ديروا نص لي نص برتقاله ولا مندارينه ولا اللي متوفر عندكم، وغادي ندير هاد النص اللي عصرت النص ديالو هنايا، والنص الاخر ها هو هنايا غادي نديرو تا هو هكا نقطعو تا هو مكعبات. هذه كتعمقني انا هذه هاد لاتيزان هذه كتعجبني بزاف، ندير لها هكا الحامض والليمون تيجيو زوينين، وواحد التفاحه ها هي التفاحه غادي نشدها ونقسمها هكا على اربعه نحيد ليها هذه النوركه هذه ديال نابولي غنقسمها هكا طريفات نحيد ليها هذا القلب ديالها ونوضعها هنايا بهذا الشكل هذا كيفما تشوفوا معايا، يعني هاد لاتيزان هادي شربوا كل ماشي عشرب تتشربوا في نفس الوقت كتاكل لا ميديشينا لا دوبر نو بر بريبامبيني بر طانتي ميديشيني. هاد هاد لاميلا هاد النوع ديال هاد التفاحه هادي سميتها لاميلا النوركا، بحال داك البلدي عندنا ديال المغرب غا صغيور ولكن حلو تيديروه بزاف في الدويان، هاد النوع ديالها الا قريتو عليه في جوجل راه غادي تلقاوه. هكا غادي ندير هاد الشيء وغادي ندير معاه من العسل وغندير معاهم واحد شويه ديال العسل هكا، غندير هاد الكميه ديال العسل بهاد الشكل هذا اوكي، وغادي نجيب هذا اللي درت في الصفايه هكا وغادي نوضعوه هنايا بهاد الشكل هذا، وغادي ندير معاه عويدات ديال القرنفل، غندير واحد ربعه عويدات ديال القرنفل خمسه غادي ناكلها، وندير ربعه هنايا صافي، وغادي نخوي عليه الماء مغلي نعمر دابا حتى تنوصل عند هاد هاد الخرقوم مع سكينجبير الماء مغلي هكا صافي، وغنخليها دابا تطلق هاد لاتيزان ها هي وجدات هادشي كله، وتنجيب عاوتاني هادو خاصين خصوصا هادي الحامض خاصه بالحلق ديالك، الا كان مذبوح كان عندك شي حاجه في الحلق الكاتار داك تناخم وداكشي هادي راه مزيانه ليهم بزاف والله القسم صدقوني، راه كنا في المغرب ودرتها لجاكومو والله الا وافقته بزاف ماشي غير شويه، راه شاركتها معكم في تيك توك راه شحال هادي اكثر من شهر باش دايره في تيك توك تقريبا، ودابا غنعاودها معكم ثاني هنايا في القناه باش كلشي يستافد، لان كاينين الاخوات اللي ما عنديش في تيك توك وكاينين عندي فلاشان، تندير ليهم غا هكا تنحاول نقاد ليها باش تقعد ليا مزيان البرتقاله ولا الليمونه، وغادي نحاول نقسمها من هنايا هكا بهذا الشكل، ونقسم هذه حتى هي عجبني فيها هذا الربيع وانا نخليه ما بغيتش نحيدو، غادي نقطع هذه حتى هي هكا بهذا الشكل، وتنجيب الكيوردون او العويدات ديال السنان بهذا الشكل هذا، وغادي نديرهم هنايا هكا صافي، وتنحاول نرجع هذه الغطايه لبلاصتها
نفس العمليه عاوتاني حتى لهاد البرتقاله هي غندير لها هي هكا هيا وغادي نرجع لها حتى هي هذه هكا وغادي نجيب ليهم واحد الشميعات ها هما نشوف منين كاين لي سباس ندخلها الا ما كانش ندخلها من هنا ونعاود نسد عليها هكا نفس العمليه هنا غادي دخلات هيا صافي غندي كلشي الطبيله دابا غنجلس نتسرح صافي هنا تنشعل هكا دابا هاد البرتقاله مع هاد الليمونه الحامضه ها انتم شوفوا عرفتوا واحد الريحه كتعطي والله القسم الا رائعه رائعه غنخوي هذه تبرد بعدا ها هي راه طلقات انتم كيف ما غتشوفوا معايا هكا هاد لاتيزان راه زوينه بزاف ماشي غير شويه انا كتحمقني لان كناكل حتى داكشي ديال البرتقال والتفاح وكلشي داكشي كناكله هكا غنشد دابا هذا نحيدو هكا هنا وتنهز هاد التفاح يعني لاتيزان راه فايته مشاركه معكم شحال من مره هذه شربوا كل هاي تندير التفاح هنايا تزيد يرطب كثار وتتاكلوه حتى هو مع هذا الشيء والبرتقال حتى هو والحامض كاع هذا الشيء كله كيتكال وانتم كتاكلوا وكتشربوا في نفس الوقت حط هذه هنايا وهذه هنا نتمنى يكون الاعجاب ديالكم هذا الفيديو تشجعتكم القناه والى فيديو قادم ان شاء الله ما تنساوش لايك وبارطاج مع السلامه